منى كانت بتسأل بتقول إن يعني جوزها توفي من زمان، وكان يعني سايب ابن، نعم وفي الجد والجدة اللي هما للابن ده، فتوفي الجد وكان سايب بيت، فأعمامه بيقولوا لا الابن ده ملوش ايوه، هو ميراث. احنا كنا لسه بنتكلم النهارده، ومن حيث الميراث ليس له ميراث، ولكن هو بالوصية الواجبة بيستحق بقى. بالوصيه الواجبه، وهذا مقرر. ولو راحوا عملوا اعلام شرعي في المحكمه ولم يثبتوا هذا الحفيد في اعلام الوراثه، دول ناس تقاضيهم، يسالوا قانونا. يعني هي هنا تقول لهم ابتداء كده هو ليه، هي ما تقولش، هي ما تقولش، آه. هي تروح تعمل اعلام شرعي في المحكمه، تقول يا جماعه انا حماية توفى ومعايا شهاده وفاه وعايز اعمل اعلام شرعي. طيب مين اللي توفى يا ستي؟ اللي توفى ده فلان الفلاني، ودي شهاده وفاته وعايز اعمل اعلام شرعي. مين ورثته؟ ورثته زوجته فلان اذا كانت لسه عايشه، او اولاده فلان وفلان وفلان وفلانه، وكان له ابن توفى قبليه وترك ابنه فلان الفلاني، ودي شهاده وفاه الابن. بس المحكمة هي اللي ابتداء تقول لهم يا دكتور علي، لعل وعسى ما عندهمش معلومة الوصية الواجبة دي، يعني تعلمهم الأول يمكن هم يبقى فيهم والله الخير. لو ما كانوش يعرفوها وعرفوها واستجابوا ما فيش معنى. طب وإن كانوا عارفينها ومصرين، خلاص احنا نلجأ إلى القضاء، والقضاء هيعطي للولد حقه.